هكذا أيها الحفل الكريم، أيها المشاهدين الأعزاء، لا زالت تستمر الأشواط شوطا تلو شوط. نسير مع شوطنا العاشر في المجموع، والشوط العاشر مخصص كذلك للبكار على البركة. نسير مع البداية ونسير مع غيمة على البداية. سهيل بن سالم بن خلفان الكعبي من يقدم لنا غيمة على البداية، والوصول كذلك من الجانب الآخر اللي وصلت الايفون، واصله الايفون سعيد بن محمد بن خلفان بن بينونه الكتبي من يقدم الايفون على البدايه والمقدمه. وثالثه المراكز وصلت كذلك من همايل ناصر بن سعيد بن راشد السعدي من يقدم همايل في ثالث المراكز. الوصول من ريتال محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي من يقدم ريتال في رابع المراكز. خامسا كذلك الوصول من شعار بن مرخان بن شعار أثير سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي من يقدم أثير في هذا المسار. الوصول كذلك من اللي تحمل رقم 11 هملولة عبد الله بن محمد بن الصغير بن حمود الينيبي من يقدم هملولة. هكذا مشاهدينا الأعزاء أعلن النداء الأول للأسماء، ونعود مع المقدمة والصدارة، نعود مع لفيون الايفون على المقدمة. سعيد بن محمد بن خلفان بن بينونة من يقدمها على بداية هذا المسار. غيمة في ثاني المراكز، كذلك سهيل بن سالم بن خلفان الكعبي أثير اللي غيرت أثير سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم أثير في هذا المسار. الأسماء بدأت تقترب والشعارات كذلك واصله، والوصول من قبل الشانيه ناصر بن سالم بن محمد الكتبي. ولكن ناخذ الاسماء والشعارات اللي لم يحين موعد دخولها، ونعود مع غيمه على البدايه، غيمه على المقدمه، غيمه سهيل بن سالم بن خلفان من يقدمها. بدت تستفتح الكيلومتر الاخير، الاسماء بدت تقترب. أثير في ثاني المراكز، وكذلك الوصول من الجانب الآخر اللي واصله جود محمد بن يعان بن مسعد العامري من يقدم جود في ثالث المراكز. وكذلك الوصول من شعار النيبي من يقدم هملولة عبد الله بن محمد بن صغير بن حمود النيبي من يقدمها في رابع المراكز. ولكن لا زالت غيمة على البداية، غيمة على المقدمة والصدارة. سهيل بن سالم بن خلفان الكعبي من يقدم غيمة، وأثير كذلك وجود في ثالث المراكز. ولكن غيمة على الانطلاق الأول، راحت على البداية والمقدمة والصدارة. سهيل بن سالم بن خلفان الكعبي من يقدم غيمة على بداية هذا المسار. على الانطلاق الأول راح راعي قيمة، راح سهيل بن سالم بن خلفان بدون أي أوامر تذكر، والعصا في البطان. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على هذا الأداء لتقدم قيمة في هذا المسار. سهيل بن سالم بن خلفان الكعبي، تهانينا والناموس. ثاني المراكز ثاني المراكز من وصلت
وصلت في أثير سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، وثالث المراكز كذلك يود محمد بن يعان بن مسعد العامري، رابع المراكز وصلت هملولة عبد الله بن محمد بن صغير بن حمود النيبي. التوقيت الزمني 4:39.